الزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة هنا في استاد الكامب نو، أو كما عبر ثلة من عشاق برشلونة لأحباء باريس سان جيرمان، أهلا ومرحبا وسهلا بكم في جمهورية كاتالونيا. البارسا باريس سان جيرمان توتس أمبل كيب هنا باللغة الكاتالونية، يعني كلنا وراء الفريق. على فكرة باريس سان جيرمان أيضا في الكاتالونية هي بي سي جي، البي سي جي اليوم هو باريس سان جيرمان يتقدم لكتالونيا، ومهره غالي جدا في ظل الرباعية متاع الذهاب هناك في استاد البارك دي برانس. اليوم الوضعية أصعب، 4-0، باش نحطكم في الصحن، في الطبق، في الإطار، في الكادر. نقولكم أنه ولا فريق في تاريخ الشامبيونز ليغ الأوروبي الوفا تمكن من تدارك هزيمة في الذهاب 4 أهداف. ينطلق اللقاء، الربع ساعة الأولى ستحدد مصير المسابقة في رأي للبارسا. هدف مبكر للبارسا يشعل النار، أن يعديها السلامات، ينطلق البارسا بالأتاك، وكرة بعيدة. مباراة مولعة منذ الانطلاق، ترجع الكرة عن طريق خافير معسكران. مباراة من نار هنا داخل الكامب نو، 98 ألف من العشاق. الانطلاق من نيمار، يمشي نيمار دو برازيل، ضاعت رافينا، رافينا في الكروس خطير على باري، الكرة الأولى خطيرة صعبة، جول! الهدف الأول، الهدف الأول في رأي، كرة دخلت وكرة تحسب وكرة هدف. لويس إنريكي البيستولير ولع، ولع المباراة هنا في استاد الكامب نو. أقل من دقيقتين باريس سان جيرمان يخسر ضلع من ضلوع الأربعة متاع الأسبقية، ولافانتاج وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. 1-0 فريق برشلونة. البارسا في وقت الحديث عن الرباعيات، عن ذكرى الخماسيات، عن تذكير السداسيات، عن حكايات السبعيات. يلعب الكرة نيمار، يمشي نيمار، يخرج الحارس كيفن التراب، طريق راكيتيتش، يهرب ليو، جيل بولغا، ميسي ميسي ميسي. برسا من الآن لو يعبر باريس سان جيرمان ويعمل الكامباك التاريخي الهستوريك سيذهب للنهائي، بل سيفوز بكأس الأذنين في كارديف يا إمري. بيكي ترجع ضربة راس عن طريق نيمار، نيمار السامبا دي جانيرو، ماذا هناك؟ وفما لمسة يد كانت على لاعب كورزاو على ما اعتقد، الحكم اعتبرها عفوية. كاتالان كورة للبارسا خطيرة، توزيع القائم الثاني وكابن تراب. نيمار، نيمار يوزع كورة كورنر، سكن سكينة للبارسا. هو الماركينوس، ترجع الكرة من الدفاع، نيمار على القائم الثاني، الراسية وماسكيرانو، شط الكرة خفير عن طريق لوكاس مورا. يلعبون على المساحات، على الفراغات، على المرتدات، الحكم يقول لعب. لوكاس مورا يعكس المرتدة بعيد على إيدينسون كافاني، يمشي الماكينة الألمانية، دراكسلر عدى، دراكسلر وزع فيها لمسة يد، الحكم شو يقول؟ كورنير، فيها لمسة يد في رأي الحكم الألماني، يقول لعب. هذه الكرة الأخيرة، هذه الكرة الأخيرة، فيها لمسة يد على اللاعب خافير ماسكيرانو اللي غير الشكل وطريق الكرة، حكم يعتبر عفوية مثل لمسة يد متاع باري. يكون في الخواتيم هنا الرأسية، كرة من بلوز وكرة أخرى لفريق سان جيرمان. أجواء كبيرة يا سادة، جماهير لا تصمد، 98 ألف حنجرة عاملة دوباج المنشطات من أجل مساندة برشلونة. لدقيقة 90 ثابتة، الكرة تمشي، باري الرأسية، قوتهم بالرأس ماركينوس، لكن الكرة مازالت خطيرة، ومونيي، والكرة خطيرة صعب، والحكم يقول خطأ لباري. ورع سان جيرمان الآن بعد 10 دقائق، باريس سان جيرمان دخل في اللعبة يا البيستوليرو. يدخل سان جيرمان، ترجع ليونيل ميسي، ميسي والهربة، ميسي والخطأ والفاول، الفاول اللي يبحث عنه البولجا، الكرة اللي يبحث عنها المجنون. جات الكرة باليسار على يمين الحارس ترابلي على يساره، وري هم قالوها هم غنوها، ولكن الفرحة ما وصلوها. خطيرة الكونتر اتاك، يعرف كافاني، كافاني والتاكل في تايم صحيح. باريس سان جيرمان تعود على مذاق الانتصار كل ما يلعب في الملاعب الإسبانية، في الميستاي على فالنسيا. الراسية والدفاع والركنية، حتى سل، حتى سل، تسلل على ماركينو. رافينا يلعب، رافينا حاط الكرة مع سكيرانو هنا في الكامب نو، ويكملوا السيري. أوه يا ولد يا ولد يا ولد، هذا هو السامبا دي
دي جانيرو، هذا هو السامبا دي جانيرو. نيمار الغدار مر عبر القارات. اي اي اي، كرة الهدف الثاني من نيمار، اخطر كرة للبارسا بلغتي هذا وذاك. هذا اسباني باسكي، راسه صحيح، راسه حديد، راسه عنيد، يدرك صعوبة البدايات من اجل حسن الختام وحسن الخواتيم. تحط الكرة، يمشي ميسي، اتيكي، اتاكا، ولكن قوية. هذه ليست تاكا، هذه توكا، والحكاية متقاربة. النتائج فيها خذ وهات، فعل وردة فعل. البارسا ربح 4، باريس ربحوا 3، وتعادل في 3. 31 هدف في 10 مواجهات، بهدف الليلة 32. ليونيل ميسي خطيرة، برافو كيفن تروب. ترجع الكرة بين هذا وذاك، تتوصل للرحلة. الكرة استفادت من الاقتصاد، والاقتصاد نجح في كاتالونيا. بارسا في قادم الدقائق، نيمار يرجع الكرة، انيستا يسدد، انيستا ولا يعبر. الأجواء الباريسية، أجواء باري مؤمنة للحظة. ترجع الكرة رافينا، يقرب رافينا، تعدى وفاول آخر للبارسا. فاول آخر على كورتزاوا المرة هذه، ورقة صفرة ممكن في طريقة لكورتزاوا. ترجع الكرة لميسي، ينتقب كرة ثانية في كرة ثابتة. هذه الكرة الأخيرة، وين ضربت؟ وين ضربت؟ ضربت عن طريق ماركينوس، عن طريق الهجوم. يمشي نيستا، نيستا لجوكوند، خسر الكرة، لكن خطا من راقي. يمشي شاط، حتى لا ما حطاش لوكاس. باريس سان جيرمان يواصل ارتكاب الاخطاء. مونيه مش لاقي حل، متفوق عليه نيمار. نيمار اليوم في السوبر فورما. كره خطيره يا باري، الراسيه، والسلامات، سلامات، كره ترجع لسان جيرمان. المباراة تزداد صعوب. مدرب خبير في أوروبا وربح 3 مرات لأوروبا ليج، أمامك في الصورة، عمرك طويل يا أمري، عمرك طويل. ميسي، ميسي حاط الكرة، دفاع صحيح، وأنا هو ميسي. وميسي ممكن ياخذ كرة عرضية خطيرة، عرضية زاحفة، جابها كامل إدراك. ميسي على طريقة سلتا فيغو، خرج كرة عرضية خطيرة برشا، عرضية صعبة. بيكي حاط الكرة، إنيستا، إنيستا. دقيقة 33 والحكم يقول ما فما شيء على نيمار. مباراة تتواصل. ميسي يهرب، ميسي حط الكرة خطيرة، والتسديدة والحارس. كرة شوطة كانت من البيستوليرو، والكرة تمشي خطيرة عن طريق راكيتويتش، ولكن تخدم الدفاع. كرة ضربة مرمى للحارس تراب. يا راجل ممكن لو لعب أرسنال فريق السيدات بطل أوروبا لما خسر بالعشرة ذهاب وإياب. لحد الآن باريس سان جيرمان باستثناء الدخلة أموره يسير فيها بشكل مميز في رأيي. ما في دور الثمانية، ترجع الكرة لفريق البارسا، خطيرة، إنيستا، إنيستا يقاتل ما يفعل، وجول جول 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 جول، إنيستا الماجية، إنيستا الماجيكو أندرياس، 3-0، ولعت مرة أخرى في دقيقة 38، أي سيناريو يا كورتزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية. والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول فيلم رعب لباريس سان جيرمان. وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أي هدف من العدم، هدف صنعه، هدف خلقه، هدف أوجده الراية أندرياس إنيستا. شو ماذا فعل أندرياس، والدفاع وكيف التراب، والثالثة على اليمين، يمشي بالكرة على اليمين مرة أخرى، بعيدة 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 بعيدة. باري اختنق، باري اختنق، باري اختنق، باري اختنق. جيبوا لي وزير البيئة الفرنسي باش يلقى حلول لأكسجين العاصمة الفرنسية. بسو خلي المباراة، عارف من هو البارسا في الكامب نو؟ جحيم، جحيم. الجماهير العربية اللي حضرت في هذا الستاد تعرف كمية الضغط على الفريق المنافس. الحقيقة بيني وبين روحي تم مع البارسا فيه، لأنه يعني عندهم قدرات هجومية ممكن يسجلوا في هذه اللحظة. يلعب أجريسيف برشا، وكرة خطيرة، وخطيرة، والدفاع غايب تماما من باري. ما تودي أين ذهب؟ ذهب في مهب الرياح. مباراة العمر، مباراة التاريخ. أصلا البرسا تاريخ وأسطورة. ميسي، ليو ميسي، شرى كرة خطيرة برشا، لو تم التوزيع الكورنر. ثقتهم كبيرة في فريقهم، ليس تمويل، لا، في قناعاتهم. والكرة تمشي، ضربة راس، الدفاع الباريسي ما زال صامد، يبحثون، يتقدمون،
يتوهجون وباريس سان جيرمان خافير حاط الكرة راكيتيتش خطيرة من راكيتيتش أين سنضعهم لو رجعوا وعملوا الريمونتادا أمام فريق بحجم البي جي أومتيتي نيستا نيستا حاط الكرة يرجع على خطأ والشوط الأول ينتهي على هذه الكرة في كأس الاتحاد الأوروبي خطيرة للرأسية درجة دفاعية طريق دراكسلير دراكسلير عدى دراكسلير وانطلاقة قوية شكله إمري فهم الدرس إذا بش يكمل بخطة الشوط الأول يخسر 4-5 بالمرتاح طريق الكتالوني عن طريق لاجوكونت يلعب لاجوكونت دعني أستا هلو نيمار وماذا قال الحكم ماذا قال الحكم مش ممكن على الكرة مش ممكن على الكرة فنقاش كبير الزفر الألماني الألماني هبلنا الألماني جننا الألماني شقرر هنا مناوشات وضرب جزاء فما اللي ما يسامحش اللي ما يرحمش ليونيل ميسي من أجل الترسيرو يمشي ليو ميسي قدام تراب ميسي وتراب وجول جول 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 ديال اس بارسلونا الترسيرو إنريكي التروازيام يا إمري 3-0 البارسا 3-0 برشلونة التغييرات مفروضة التغييرات حتمية شطر الفريق غير موجود اليوم هل اعتقد الفريق الباريزي في الترشح مبكر مش ممكن الهدف رقم 11 عن طريق ليو ميسي بعد 4-0 مؤدى بالسقوط ولكن ليس بعد جول باريس سان جيرمان عمل ماتش العمر اوروبيا في البارك اليوم في 50 دقيقة لعب برشلونة يعمل ماتش السيكل والقرن الكرة تمشي والصورة تمشي والحكم يقول العب والجمهور السوسياس يضغط في الكامب نو لا يا نيمار لا يا نيمار ما بقى شيء كونتاكت عادي بليز مش موجود يمشي رافينها رافينها عرضية الفريق الكتالوني البلاو جراند اتاك 3-4-3 تقلق برشا كافاني يمشي كافاني ولكن ما يمسهاش يمشي بالكرة انخل دي ماريا دي ماريا دي ماريا بوسكيتس ميسي ميسي حلوة والدفاع احلى الرجل الذي لم يخسر الا 5-1 في حياته في 603 ماتش يا رسول الله هكذا يقول عشاق باريس اتت الليلة تخسر ادي برسا لباريس سان جيرمان خطير عرضية مش ممكن الى ركنية ركنية راسية وكرة تمشي ترجع خطيرة وجول كرة صعبة قريبة كرة صعبة قريبة هنا رفقائي يمشي دي ماريا لأحلى كرة لأغلى كرة دي ماريا يلعب كرة الفالس والكرة ترجع خطيرة باري يستأسد باش يشوت جيرار العباس خطيرة من ميسي صعبة صعبة طولة الشامبيونز ليج للشباب كرة خطيرة وجول كافاني كافاني السفاح البيستوليرو إيديسون إيديسون البطيخة وليس بطيخة كافاني ما طلعش بطيخة رجالة 3-1 إيديسون كافاني الفرحة تنقلت الفرحة بدنت تغيرت مش ممكن على هدف كرة قاضية هي اللي يستناو فيها إمري المسؤول على وصول النتيجة 3-0 إمري هو المسؤول لأنه الفضل لعب وركل الدفاع واللي يركل الدفاع عبارة انتحر عبارة صح على وثيقة اعدامه ممكن يرى بدنيا اهرب كافاني كافاني جول كافاني جول خلص 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 ما خلصش ما خلصش تير شتاجن بسبع ارواح تير شتاجن بسبع ارواح والكرة ترجع نيمار يمشي بكرة ني 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 نيمار ما فاق من الصدمة كرة الرابع 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 وضرب جزاء لا الحاكم ماذا يقول يقول تمويه يقول له عملت بلونجون كنت نحكي على السين ونحكي على نيس ونحكي على موناكو ونحكي على ريفير ولويس سواريز يتحصل على ورقة صفراء الرابع يا ميسي أردا أردا ترى جول 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 على الخط من كرش الحوت من كرش الحوت طلعها من أعتقد أن المهمة صارت شبه مستحيلة والريمونتادا رجعت صعبة وأصعب نيمار يمشي ليو ليو يرد ليو يرد علي ويرد عليهم لا ميسي ولويس لويس سواريز يقاتل لويس ولكن بيديه وبساقيه وبراسه وبخشمه وبكله أم تيتي يمشي بالكرة يضرب نيمار صار المباراة تبقى بنفس السسبانس بنفس الريتم ما احلاها كرة أردا أو نيمار نيمار لليو ليو مش يومه سجل في كل مباريات الأوروبية هذا الموسم يمشي ميسي حطلة ليو كادي شعل الربع ساعة الأخرى
على وسام الشرف لحد الآن. باري بطاقة العبور للحظة. سواريز أنا شخصيا يعجبني، عندك الروح، هي لقطة كيليني تبقى تاريخية. غلب عليه البينوكيو حظه، مير حماسي خطيرة والرأسية والرباعية ممكن الله، ولكن الحكم رفع راياته. الحاكم رفع ايديه في الحقيقة، ومساعد رفع الراية على أرض كرة. يورب دي ماريا، دي ماريا، دي ماريا يعمل عرضية، شابها الدفاع، الحكم ده يقول كرة لعب. دي ماريا روزاريو لاعب بنفيكا، لاعب الريال مدريد، لاعب المانيو يونايتد، عن طريق سيرجيو روبرتو، روبرتو 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 الدفاع خطيرة بس كرة شاصي راكيتيتش، راكيتيتش على خدمة تقدير جزاء ربع النهائي للعام الخامس على التوالي. وكافاني وكذا 100% لا أردا توران يحاول أردا يوزع والدفاع كافاني في كلمة اليوم أرشح باري للبطولة. ترجع الكرة لفريق سان جيرمان والحارس لي. ترجع الكرة مرة أخرى وتراب والرباعية نيمار يهرب. دي ماريا خلص 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 دي ماريا، مش ممكن أنخل دي ماريا، أنخل دي ماريا ضيع كرة الثلاثة. نيمار يمشي نيمار وفي خطأ للبرازيلي. رسميا باريس سان جيرمان في ربع النهائي، ولكن بأي نتيجة؟ أول هزيمة أوروبية للبي جي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو، ما هذا ما هذا، من أين لك هذا، من أين تعلمت هذا، وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا. سامبا دي جانيرو رابع رابع على التقرير اللي تكتب كرة تدرس. ميسي خطيرة، مش ممكن مش ممكن، ضرب جزاء مش ممكن، ضرب جزاء، إنه الزلزال، الخمسة تقرب الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث، يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي أسطورية. يمشي نيمار، يمشي البرازيلي نيمار، جول 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 خمسة 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 واحد. لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل أربعة وخمسة. خمسة واحد ولعت، شعلت يا ناس، شعلت 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 هنا في الكامب نو، مباراة التاريخ. أردا توران أردا توران أردا أردا عرضية، هذه عمرها 100 سنة، عمرها ما عاشت يوم مثل اليوم، هذيك عمرها 100 سنة، عمرها ما حضرت ليلة مثل الليلة، ولا زهاد كيف الليلة، ولا فرحت كيف الليلة، ليلة غير كل ليلة. بدل الضايع تمشي كرة طويلة، تلعب ضربة رأس والحارس كمان تروح باس. بارسا بارسا تستمعون، كرة تمشي مولعة، ترجع كرة. جمهور باريس سان جيرمان اللي ما فرحش في 3-1 فاهم كرة أكثر مني أنا. يمشي ميسي، هربة ميسي، دخلت ميسي، هيجت ميسي، جنون ميسي، فاول الليو ميسي. يمشي ميسي، ميسي وزع، ترجع كرة من الدفاع، مزت كرة، هو نيمار، مش يضرب نيمار، يوزع نيمار، وجول! جول 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 جول، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة، دقيقة 87، النتيجة 3-1، البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنتولوجية، تاريخية تاريخية تاريخية. 6-1 6-1، يا الله يا الله على زلزال الكامب نو. هل أنا ما زلت فوق كرسي أم سقطت؟ هل أنا ما زلت فوق الكرسي أم طحت؟ مش ممكن. ماذا حدث في الكامب نو؟ ماذا حدث ياسويكان؟ ياسويكان الكتالوني والكامب نو تفجر ببرشلونة الإصرار. 6-1 6-1 في مباراة تاريخية، وانتهت المباراة انتهت المباراة. 4 دقائق مجنونة، لا يفعلها إلا البارسا، لا تفعلها إلا الأسطورة، لا يفعلها إلا الأساطير. 6-1 يا ريكي، نعم نعم، الريمونتادا التاريخية لم تحصل.
تحصل أبدا ولن تتكرر أبدا. البرسا الذي خسر في باري 4-0 رجع 6-1 عن طريق سيرجي روبرتو. الباريس سان جيرمان خسر التأهل في الدقيقة 87 خاسر 3-1. مش ممتع المباراة مجنونة. الترشح هرب في 3-0 لبرسا، كبر 3-1 لكافاني، ولكن بعد في 5 دقائق أخيرة انهار كامل التراب والرفقاء باريس.